السكوت علامة الرضا. اتكلم يا ابوي، احب على يدك ما تسكتش. فوتنا لحالنا يا غزال. ما بلسنا. قول لها مبروك يا عشان احسن بنتك توسخ عمتك البيضة. ما بزيادك يا ام عاد. اسكت انت خالص احسن اكلك بسناني. بنتك مادة جسور العشق مع والد زكريا، وهتخلي سيرتك حلواني يتحاكى بيها العيال في البلد. انت مصدق الحديد ده في بنتك يا ابوي؟ اصبري اصبري يا بنتي وتعلمي من ابوكي. ابوكي بيقول ايه؟ وقلت اصبر يمكن يفيد صبري، وعلم القلب يتجلد على صبري، غير فرح بالوصال، وانا فرحتي صبري. اصبر يا بنتي اصبر. بقول لك ايه يا عشا، انا مرة وكلمة الراجل في البيت واجبة، بس في لوع لبنته كلمة العيل الصغير سيف على رقبتها، وانا شايلها في بطني 9 شهور وخابرة بنتك مجرجران على فين. يبقى نقطع عرق ونسيح دمه، والد خالها اولى بيها تتجوز، والجواز سترة للبنته. يا ابوي امي يقولها في ظلوم، بنتك ربعت جلابية الصعيد تتمسخر وتلطخ عمة ابوها. كيف ده؟ انا لا كنت ولا هكون. العبارة ان زين رجيل في سوق قلبه قاعد ساند الولاية وصلب ظهري في غيابك. قلت ارد الخير بالخير كيف ما تعلمنا في بلدنا. باه كفرت اياك يا بنتي. خدي الكلمتين دول من ابوك. انا فبحر محبتك ملياش يد ولا حيلة، ومهما عملتي قلبي ما يكساش عليكي. انت قلبي يا بنت ابوكي، بس ما تحطيش راس ابوكي في الطين. معاش ابوي اللي يجيب سيرتك بالردي ده، انا هايل التراب على روحي وانا حيه، ولا شوف ايش فيك كسر الظهر ولا غله يد. بعد ما خالك يا ربع اكتب انت وغزال وقعدي في البلد، شوفي حالك اللي من دورك. ولادهم مسكين في كم ابوهم. ترضالي الغصبانية يا ابوي؟ لا يا بنتي لا يا غالية، معاش اللي يغصبك، بس انت ما ترضليش ان اسمع فيكي اللي انا خابر انه مش فيكي. اقطع لسان الناس، الناس مورهاش غير الكلام. يا رداد وده يفهم في لغة الفراعنة وألعبها زي المرحوم علي حسن يعني؟ أكتر من علي حسن. أكتر من علي حسن؟ أكتر من علي حسن بقولك. اسمك ايه يا شبح؟ نادري القماش. قماش؟ شغال ايه قماش؟ في السيمة. سيمة؟ ما هو ده اللي بيجيب الممثلين. طب قول البوس اللي احنا بنشوفه ده بجد ولا بحقه حقيقي؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ عايزك تخلص، ما عنديش خلق. حاضر يا معلم. كل المكان ده طفش فيستك، مفيهوش ولا حتة آثار. نعم يا روح أمك. فاضية؟ فاضية ازاي؟ أيوة يا معلم، لحظة بس. إلا المكان ده هو اللي فيه مخزن الآثار الكبير. فين يا؟ يا حبيب خال الله يرحمك، تحت الجامع كده. إحنا هنقفل الجامع ونجدده. ما قلتليش بقى البوس بجد ولا بحقه حقيقي؟ سيبك من البوس يا عزوز،
القتل يا قماش، القتل في السيمة بجد ولا كده وكده؟ لا كده وكده طبعا، شويه فيوزات على شويه طلق في شنك اهو ناكل عيش. يعني كذب وضحك على الدقون يعني. وانت يعني امال احنا لو كل يوم نقتل لنا 2-3 ممثلين هنجيب منين الناس الباقيه؟ ايه هنستوردها من الصين؟ دمه خفيف. هنعمل ايه في الجثه دي؟ هنعمل فيه زي المرحومه علي حسن. يقول لك الموت في السيما كده، بس رجب الخنكة ما يحبش الكدب أبدا. أخلاق فرسان صحيح. يلا بقى عزوز خلصنا، خلص في المصلحة دي. يلا خلص أنت. أنا أسألك في 20 كيلو دهب اللي اتاخده من بيت خالي. ما تبصش للفتافيت دي، تعال نبص على اليغمة اللي خدها جرحي. أنا بعت رجالتي خطفوه بعد ما رجالتك خابت، رجالتي اللي ما كانوش عاجبينك. جراية خامدة. وانا وانت ايه، مش واحد؟ واحد. طب بالنسبة للجتة دي هنتصرف فيها ازاي؟ مش اول مرة، اعتبره اتفق. تعالى بقى احنا نهدي اعصابنا. تعالى. الله يرحمك علي حسن، انت والقماش. تعالى. معلش بقى سبقتك، قلت اجي هدي اعصابي وادغدغ في جرح شويه وبعدين تيجي انت تكمل. عليا النعمه ما خدت حاجه يا معلم عزوز. انا اول ما حطيت رجلي في الخرابه طلع عليا الحنشان والتعبير، خدت ديلي في اسناني وقلت يا فكيك. الدهب فين جرحي؟ عايز تضرب اضرب، بس مالكوش عندي غير الكلمتين دول. الدهب راح فين؟ أبوك الله يرحمه كان موصيني أمشي من هنا بعد ما ريحه في لندن. موصكش علي، أبوك مدانيش نصيب من قلبه حتى وهو بيموت. من غير وصية يا حبيبتي، أنت أختي، لحمي ودمي. جربي أخوكي وشوفي. أبوك ما شافش في الدنيا غير، حتى عمر قلبه غير. أبوك ظلمني أول وتاني، أنا مش مسامحة. ظلمني لما ما ادانيش نصيب من قلبه، وظلمني لما رماني العزوز اللي بيبيع ويشتري فيه ورجع وزود الظلم ضلمة يوم ما انقطع نسل. ربنا يعود عليك إن شاء الله. كلام والسلام، كلها بتقول أحلى كلام لما يبقى الوجع مش وجع. عيب الناس إنها مستعجلة على عوض ربنا، عايزين الفرج حالا، مش مصدقين ان اللي ربنا اسمه للنفر احسن من اللي هو عاوزه. حتى في كل القصص والحكايات اللي بنحبها وبنحكيها، عوض ربنا دايما بيجي بعد صبر طويل وشقة ومعافرة. امشي يا زين، امشي امشي ونسني لك هايلة خالص. امشي ونفيد بعمرك، ده اللي زيك ما يعيش وسط الديابة
غلط يبقى مش هتسيبك، وانا اقوله امشي امشي يا زين في الليل قبل النهار امشي. ليكي في الدنيا أخ، سند ودار، أضحي بروحي عشان ترضي. امشي يا زين بقى، امشي امشي. ما ديكي جيتي، ولا هو كلام طقش حنك وخلاص؟ البقاء لله يا طنط. تعالي يا بنتي اوصلك. توصلها عشان خبث ايه؟ هياكلها العوة على السلم؟ كلها 5 باصات وتبقى في الشارع. ايه يما؟ ايه يما يا وش الخشب اللي انت مركباه على البيت ده يما؟ زعلانة على عظم التربة وعلى الحيلة اللي داخل على كربة. يا ولد ده غرستي يا ابني مراسي؟ وماله يما؟ وماله لما اغرس؟ لا ده ماله ومالي ومال 3 رجاله عصفت عمرهم وحطيت خميرتهم تحت اسمك، ولا هو ربي يا خايبه للغايبه؟ هو انا يما افضل قاعد جنبك؟ ما انا مسيري كده كده هتجوز. تتجوز على عجب عيني، انا قيلك وافرز لك وانت تقول امين. ومالها دينا يما؟ مالها دينا؟ اديك قلت دينا، في واحد اسمه زينهم يتجوز واحده اسمها دينا؟ خلاص هغير اسمي. يا لهوي يا لهوي، يودي مش دينا دي غرغرينا. المكر مسطر في عينيها وقلبي مش سالك معاها. وبعدين احنا نعرف لها اصل من فصل، مين ناسها ويا اساسها. يما يما البنت مقطوعه من شجره ويتيمة الام وكمان اهلها واخدين ورثها. ونعمه النسب، يعني عيله حراميه. ما انا قلت الاقي عيله تليق بينا، حراميه وحراميه لايقين. الله كبرت يا واد يا زينهم، كبرت وبقت ردودك متستفة وعندك لكل سؤال جواب. طب خدها مقفولة بقى من أمك، انت مش هتتجوز البت دي طول ما في عرق يرف، وعروستك انا اللي هنقيها. فاهم ولا مش فاهم؟ لا مش فاهم ياما، ولو ليكي مال في حسابي خديه ونفضها سيرة خالص. اخس عليك يا زينو، قلبك جابك تقول لي كده؟ يا واد يا واد، ده انت الراجل الوحيد في الدنيا دي اللي رمي الامان في حجر. انا تقولي الكلام ده يا زينهم؟ اسمع من امك، الراجل مهما كان المره تلف على وسطها وتتحزن بيه، الرجاله كلمه توديهم وكلمه تجيبهم. مالهم الرجاله مراسي؟ نات فرشهم ليه؟ بقوله الرجاله كلمه توديهم وكلمه تجيبهم. الراجل اللي على حق يا مراسي ما تمشوش مره، لذا بقى كان شريطها. يعني انت كده مش راجل يا فرقتي؟ لو انت مش عداني من ضمن الرجاله يبقى كل واحد يروح لحال سبيله يا مراسي. حبيبي قلبي يا ناس، وانا هتقوم لي قومه من بعدك يا كبير. وانا ليا غيرك يا مراسي قلبي. شفت يا ابن العبيطة؟ الرجالة كلمة توديهم وكلمة تجيبهم ولا لا؟ قطم الكلام أحسن من ناحته ياما، أنا هتجوز دينا فخليه برضاك أحسن. ما تسيب الواد يتجوز يا مراسي طالما بيحب البت، هي ده حبها البت اللي بيحبها. وبعدين الواد كبر، يعني لو رميتيه في البحر هيرجع بقه سمكة.
مالك مبالغة في الموضوع كده ليه؟ سيبك من ود والبت دلوقتي وخلينا في اللي جاي. قول يا مستبد. عاوزك تركب التجارة وتفور عزوز. اسمع الكلام لقفلته ما تتلهوكش. بلا قفلته بلا دخلته. وبعدين انا هستفيد ايه لما نعمل عداوه مع عزوز؟ هتطلع وتبقى كبير ونفتح حساب باسمك وتبقى شريك بالمال. غلطت انا ولا عداني العيب؟ قلبي مش مرتاح له. نفسي يوم اصرح له. طب يا حبيبي، طب يا عين امك، استنى لما قلبك يرتاح له يكون عزوز بقى ايه؟ خد الجمل بما حمل. عايزه مني ايه اللي هتشيعني لاخرتي؟ عايزه ايه؟ دي عايزه تخطيط. بعد ما تجيب الكبير كرسي فضي، اي حد بقى سهل يركب ويدلدل. شويه خبز ومكر، دول ما فيش اكتر منهم عندك يا مراسي. وانت بقى ايه؟ خليك الفتوانه وفتحه السد. دول ما فيش اكتر منهم عندي يا مراسي. بس انا ليا شرطين. هو انت عندك كل حاجه بشروط؟ ما فيش حاجه كده محبه؟ ليه؟ ما المحبه كده كده موجوده في القلب. امال انا انياك في البيت ليه؟ ما كنت اشتريت كلب. يسلم لسانك يا ست الكل اللي عايز قطعه. قول شروطك. اولا تلبس جزمه. طب وثانيا؟ نشتري ازازه سم جديده، عشان لو فكرت تلعب بديلك تديني ورده اديك فله، تباني اكسر وراك قله. جميلة الجميلات وحرية البنات وست الستات، شفت منك ثلاث نستات. قصدك في خدمة. خدمة واحدة ولي 17. عاوز حشيش. ها؟ حشيش. تلاتات ولا سبعات؟ يعني ايه مش فاهم؟ لا أنا عارف الدماغ دي عايزة تلاتات البسكوتة، تلاتات البسكوتة تنفع مع البسكوتة. أنا عاوزة حتة حشيش مش للكيف، عايزاها تجارة. يا نهار أسود، تجارة إيه؟ لا فهميني عشان الشيطان بدأ يجري جوا مني رايح جاي. وأنت مال أهلك أنت؟ انت تجيب اللي انا عايزاه وخلاص وتاخد فلوسه، والا تغور في داهيه. هو ينفع يعني تفتحي الباب وارد؟ وهعمل كده وابو كده كمان. قومي ست الستات. وعاوزه نمره ظابط المباحث. ليه ظابط المباحث؟ ليه؟ انا اخد حته الحشيش اسلم نفسي بدل ما الحكومه تيجي ويوا ويوا، انا اروح اسلم نفسي وخلاص. انت اللي تتوع كان كده ليه زي النسوان؟ يلا غور في داهيه اللي انا عايزاه. امسك حسك عينك تجيب سيره لحد. ها؟ سرك في زير مدفون في بير. السلام عليكم. طيب يا جميلة، أنا هشيلك من سكة زين خالص، وزين ابن خالي وأنا أولى بيه. الواد شرار كان بيعمل إيه هنا يا بت؟ مفيش يا أخويا، بعته يجيب لنا لقمتين، أصل أمك سايقة المستهبلة ومش عاوزة تعمل أكل النهاردة. تمام، شايف اللوعة في عينيك، بس على هواية. أنا كده كده عايز أفور الطقم القديم، وماسك شرارة مكان فرد. يمكن عقدتك تتفك على إيد شرارة، يبقى عندك عتب جديد وجوز فتاوة. قصر يا عزوز. يا بيت. يا مها، عزوز ده؟ أيوة يا أم. المنيل جه. إيه يا أم؟ اسم المعلم عزوز، انا كبير الدياب الوقت. انت عامله كده ليه؟ انت كنت بتحلمي ولا بترازي اللي معاكي في الحلم؟ كنت بحلم بيك يا ولد. النبي يام. والله، ويا حلم ربنا يجعله من حدك ومن نصيبك يا ابن بطني. طب فرحيني يام، فرحيني. خيرا لما جعله خير. خير. قال ايه؟ انا وانت واقفين في قلب الحاره. ايوه. انت واقف ولابس اخضر في اخضر ده في الحال، وانا لابس اسود في اسود. ما قلتليش يعني اشمعنى اسود؟ اشمعنى ياما؟ عشان الدم لما يطرطش ما يبانش فيه، عشان انا كنت بعض فيك وبجزل فيك بسناني. ليه ياما؟ انا عملت ايه؟ عايزاك الكبير. بس انا امك
ما بقاش تحت رجلك انت اللي تبقى تحت رجلي. ما خدش انا فضلة خيرك ولا فضلة ايدك. اسمع يالا، افتح لي عتبة، عايز اشتغل بما يرضي الله. بما يرضي الله؟ انت عمرك عملت حاجة بما يرضي الله يا ام؟ كده؟ ماشي، يبقى الحلم واجب. وانت عارف امك هبة منها، هاجري على الحكومة اقول لهم على كل حاجة، واخرتها ايه؟ هاخدش السجن، هاكل ببلاش، وبأعمالي هبقى كبارة. في ايه يا ام؟ عايزة ايه؟ المالية، المالية. لما نلاقي المالية مسروقة كله هتراضى. مش عايزة المالية المسروقة، خليها لك يا اخويا. المالية المعلومة زكريا سايب ياما مش قليل، وابن زينة هو خلاص ساب الجمل بمحامل. عايز انت يا اخويا بقى تبلع الجمل تزور. صحيح، حال النسوان غلبت حال الغلان. بقولك ايه، تفتح لي عتب انا واختك، ما هو يا نعيش عيشة فل لحضر بقى ونموت احنا الكل. يعني انت بتلوي دراعي يا ام؟ يا ولا اسمع كلامي وهقف معاك، نخلص عديابة واحد واحد، وبعدين هجوزك البت جميلة اللي انت غرضك فيها. انا غرضي في جميلة على هواكي؟ ما هو اللي ربى القرد يعرف ينططه. بس انتم من الغولة. وماله؟ ما لقيتش تعداد بسكوتة، بس جبت لك 7 طرش. 7 طرش، 7 طرش، مش مشكلة. وده رقم الحكومة. ماشي. جاب الأكل يا مها. لا يا أخويا، كل سنة وأنت طيب، المحلات كلها قافلة. مشيت أنا؟ ما هو شرارة. اوعي تكوني خدتي حاجة غير اللي جيتي بيها. الواجب نطلعها من هنا حافية، بس إكراما لزهيرة ما شفناش منها حاجة وحش. لا دنا، لو سمعتي صوتك يا حربوة أنت هقوم أمسكك من رجلك وأمسح بيك البيت زي الشرشوبة. لمي نفسك. طول ما أنا طبال وأنت زمار لازم تجمعنا الليل. يبقي هوبي هنا تاني، بس المرة الجاية تجيبي كفنك في ايدك. وانا مش هرد عليكي، عشان زي ما تيتا حظ بتقولك بنت الخدامة، مش معقول انا هرد على بنت الخدامة. معاكي حق، معاها حق يا اختي، بس ايه تيتا دي بقى؟ ده نصبة منك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تعالي لما نشوف زين خلص صلاة ولا لا. استغفر. التيتا قال تيتا دي من دورك. طبعاً حق العربية دي هتوزع علينا. أبو القاسم الحقان يا سبحان الله يا خلقارة، لا أنت فييس ولا بتصرف جنيه، هتعمل فينا إيه تاني؟ بقولك يا معلم، قول الباشا العربية ما عادش تلزم المعلم عزوز، أبعت معاك فرج الحاسب، الفلوس ترجع معاه على دايري المليم. اشكرهولنا برضو، عمل معنا واجب. بس بالي يا معلم تلزمنا، انا يعني اتمنظر بقى في المنطقه دي شويه. حافي، لما تلبس جزمه وبتمنظر بيها اسحب اسحب اسحب.
يلا ولا شراره. عامر يا معلم، شوف لنا توك توك كده او تاكس عشان يوصل زين في اي حته هو عايزها. حصل. هتوحشنا يا زين. سبت لك الهدوم في الدولاب والمال ما يخصنيش، بس حبيب اختي تخصك، مسؤوليه في رقبتك، وانا زعلي وحش وزعلها من زعلي. انا بجيب حق الغريب، ما بالك حق اختي؟ لا ما تقلقش على اختي. امسك زوم التاكسي، امسك ما تمسكش. تاكس ابيض يا معلمه، خليهم لك. طب ولا اديني قولنا بسرعه. قولنا خليهم خمسه. خمسه عايزين نفتش الشنطه دي. خير يا هشام باشا؟ اتفضل. خير في ايه دلوقتي؟ هتعرف. الحشيش ده بتاع مين؟ حشيش؟ الحشيش ده بتاعنا يا باشا. انت بتقول ايه يا زين؟ ما تصدقوش، ابني ملوش في الكلام ده. استني يا حبيبتي. الشنطه دي بتاعت جميله يا باشا، مش بتاعت زين. يا باشا الحشيش ده بتاعنا. عموما احنا جايين عشان نحضر البلاغ بتاع سرقة الدهب حبيبي، ودلوقتي هنشوف. حبيبي دي تبقى مراتها سعادة الباشا. الدهب ده كمان انت اللي سرقته يا زين؟ لا، الدهب جميلة هي اللي سرقاه. الدهب يا باشا انا اللي سرقته، الشيطان شاطر وحلف عليا. والحشيش كمان بتاعي. جميلة ملهاش دعوة. ليه يا حبيبي؟ ليه يا زين؟ هو احنا حشنا عنك حاجة؟ ده مالك يا حبيبي؟ ليه كده يا قلبي عمتك؟ مخدرات وسرقة. طب راي أمك، أمك الطيبة؟ في ايه؟ في ايه يا خال؟ تعالى يا زينر. لا يلا يا زين معايا على الاسم. لا أنا مش هسيب. يلا ما تعطلش الباشا. رجلي على رجلي. ايه يا زين؟ حبيبتي استهدي بالله، ما تخافيش، طمني بس، وأهم حاجة صحتك. خلي بالك من أمي يا ناهي. اطمن عليها، في عناية هتطمن عليها وحصلك على الجسر، ما تخافش. استهدي بالله يا خالد. عدي عليا يا حبيبي على اسمي عشان نقفل. مش عايزك تقلق، انا موجود. خلي بالك من امي يا ناهي. ما تخافش، ربنا يفك دقتك يا حبيبي. تعالى يا خالد. تعالى تعالى. مش هقعد هنا دقيقة واحدة تاني. في 60 داهية يا بومة. قدمك علينا نحس. من ساعة ما خطيتي عتبة بيتنا وانتي خراب صبرك. جرايه يا بابا. بيت حسابك معايا بعدين على الرايق. اخفي من قدامي. عزول. بتروحي فين انتي بس؟ اقعدي معانا، ده انتي هتنورينا. تعالي ندخل بس نتكلم جوه كلمتين على الرايق كده انا وانتي. تعالي بس تعالي. تعالي. ادخلي يا نوسي. يلا. حبيبي. يلا يا يما. حبيبي يا البوم. جرايه يا جدعان. كل واحد يروح لحال سبيله. الله. ما شفتوا انتوا الحكايه؟ زين ابن خالي طلع تاجر مخدرات وحرامي. خلصت. ما بقولك امشي يا روح انت بقى خلقره. طب هات سيجاره يا جدع. بطلتوها بطلتوها خلاص. بالشفا. استهدي بالله يا خاله زهير. وديني اشوف زين. لا ارتاح انت، انا اروح اطمن عليه واجي. رجلي على رجلك. وبعدها لك يا زهير. ارتاحي يا اختي، انا هبعت غزال والد اخوي يطل عليه في القسم. لا يما، انا هروح اطمن عليه واجي اطمنكم. استنى استنى هادي. دي نمرة سليم المحامي صاحب زين، كلميها. حاضر يا خالة، على عيني. حاضر. ارتاحي انتي بس، خلي بالك عليها يا امي. لطيف. المحبة عمرها ما تستخبى يا بنت عشم. قولك بيجي مسخ قوي يا امي. الجدع زرعته معانا قصور، قوم نحرق له المحصول ونجيب له بصلنا معاه. قولك مسطف، اللي ما يعرفكيش يقول صدق. بس انا خبره دواخلك يا بنت. وبعد هالك يما، وبعد هالك يعني احرق روحي واقول روح الله يا اولاد عشان ظنك يخيب. طول ما هو ظن
روحك تسوى الدنيا في عيني، بس يوم ما الظن يتأكد أنا اللي هحرجك بيدي. استني يا بابا يما. السلام عليكم أستاذ سليم، معك ناهية. أي ناهية من طرف زين. أي جيبي العواقب سليمة يا رب.